هو عمرو مصطفى كان ليه تساؤل وقال ليه حمو بيكا يغني ألحاني؟ ليه ما دافعتش عني؟ ليه ما وقفتش جنبي؟ ما خدتيش بالك يا استاذه اميره، لان التساؤل ده مجهل. بمعنى ايه؟ يعني التساؤل مجهل، ليه ما حطش اسماء الاغاني عشان نفهم؟ بصي، اللي يحافظ طب على هو لازم يكون بصي هحاول لحضرتك حاجه اتفضل. عشان بس ان الجدل ده، يعني هو يعني بيحاول انه، يعني انا ما بحبش انزل للمستوى ده، يعني ده مستوى زي ما بنحذف كده، نقذف حد بالباطل وبعدين نسيبه يدافع. انا واحد اللي غنى لي مين؟ غنت لي فايزه احمد، ورده، عزيزه جلال، ميادة الحناوي، عمرو دياب، تامر حسني، مصطفى قمر. اقول لك، طب الاغاني دي كلها، لقيتي فيهم حاجه واقعه؟ طب اشمعنى انا النهارده حدي حمو بيكا ولا حمو ده انا ما بشوفتهمش حتى، عشان يعني ما شفتهمش ولا عمري سلمت عليهم. مش لاي شيء، ايوه بس فاهمه. انا ك... ك... انا ك... انا في... انا في سكه تانية، انا في حته تانية خالص. طب انا يعني انا 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 في تكويني طيب، يعني ده تساؤل هو سأله، عشان كده برضو هو لازم يكون ليه حق الرد، لازم يكون ليه حق الرد. الاصول يا استاذه اميره يعملها زي ما مثلا موسيقار صلاح الشنوبي من يومين ثلاثه بعت لي فيديو وبعته لي على الواتساب وقال لي اسمع الاغنيه دي وبص على المقطع بتاعها. سمعت تمام الاغنيه والمقطع بتاعها، كل المقطع بتاعها، الدخول بتاعها بتونس بيك. تمام فقلت له جبتها منين؟ قال لي والله مش عارف. ها فقمت مكلف فورا الستاف في المكتب عندي يدوروا. يدوروا لي. ايوه ليه؟ لان ما عرفتوش كمطرب، بس خدي بالك ده مطرب مرعب. يعني الفيديو لو بعته لك، مطرب صاحب فانز بالملايين، يعني الجمهور اللي في الحفله دي ما الكاميرا ما بتجيبش اخرهم. ايوه ف لان لغته غريبه، لا انجليزي ولا فرنساوي بتاع، فهو غريب عليا. فبعد عملوا سيرش طلع لانه مطرب اسرائيلي. فبعت له قلت له يا صلاح ده مطرب اسرائيلي. قال لي طب نعمل معاه ايه؟ قلت له ده طبعا معتدي على حقك الادبي وحقنا. طبعا طب نعمل ايه برضه؟ دي اسرائيل. قلت له مش هسيبه حتى لو في الصين. وكلفت احد المحامين الكبار عندنا في مصر لانه له مكتب تمثيل هناك، قلت لهم ياخدوا موقف ويقفلوا له الاغنيه ويقضوه. طيب، ده الخط الرئيسي او ده السليم. انا انما واحد هطلب من يطلع حضرتك الصحافه يا يقول استاذ اصله محسن، خد معلش. اغنيه، طب ما تقول انهي اغنيه طيب عشان خليك نبقى معايا، طب فاهمين. خليك معايا ارجوك، ما تقفلش. احنا معانا دلوقتي الفنان عمرو مصطفى لانه ليه حق الرد. اتفضل يا استاذ. ازيك مساء عامل الخير. ايه؟ مساء النور. ازيك يا اهلا. استاذ محسن؟ ازيك يا عمرو؟ الاغنيه اسمها قلبي كان مبسوط، الانتاج ابن حضرتك، معرفش، او لان حسن شاكوش ماضي مع ابن حضرتك محمد، اللي انا بعتبره زي اخويا الصغير يعني، او ابني يعني، طب هو اللي ماضي معايا. اسمها قلبي كان مبسوط، والاستاذ بهاء الدين محمد طلع كتب مقاله عليها. صديق عمرك يا استاذ محسن، يعني حضرتك تعلم بالاغنيه، والاغنيه جايبه 35 مليون فيو وليها حقوق وليها كوبي رايت. حضرتك ما سبتش اسم ام كلثوم. لحظه، هل مكتوب عليها اسمك؟ الله الله، هل مكتوب يعني ايه؟ يعني مش الملكيه، مش دي ملكيه فكريه بتاعتي يعني؟ ايه مكتوب عليها اسم؟ بسألك الاول، بسألك عشان ما ننتهش بعيد. مكتوب يعني ايه مكتوب عليها اسم؟ لحني، اشهر لحن لعمرو دياب. لحني اللي هي اشهر اغنية لحن ايه؟ لعمرو اللي هي دياب. اغنية ايه يا استاذ عمرو؟ معقول اقول لك روح انا قلبي كان مبسوط، اللي ابن حضرته هو اللي بينتج له، حسن شاكوش اللي عامل له، وريني هو اللي عامل الاغاني دي. لا طب يعني مش ايه عامل يعني حبيبي، يعني ابني عامل حبيبتي، ابني عامل اغنيه حبيبتي، مش عامل دي. ماليش علاقه ان هو بينتج. انت ليك علاقه، انت لصاحب الشان. انت انا بقول لك اهو دلوقتي، حتى لو ابني الموضوع فرع يا استاذ فورا، وانا اوقفها لك لو هي الاغنيه، لو هو لحنك، لو ثبت انه لحنك. ثبت انه لحني؟ يعني ايه ثبت؟ لو ثبت انه لحنك اوقفها لك واجيب لك حقك. يعني ايه ثبت انه لحني؟ ده لحن، عمرو دياب اللي حضرتك دافع فيه ملايين. حضرتك كنت بتقول الاول، انا بكلمك بوضوح وقدام الناس.
لو اتضح لان ده اغنيه او لو شبيهه حتى بلحن من لحنك الاغنيه هتقف وهيجي لك. ما حضرتك امبارح قلت لي روح ارفع قضيه. انا اسيب ثاني وارفع قضيه؟ خلينا طيب وارفع قضيه. احنا اولاد النهارده، احنا اولاد النهارده يا استاذ عمرو. دلوقتي هو بيقول لك انه لو الاغنيه لو اللحن بتاعك هيوقف لك الاغنيه فورا. فورا. اتمنى. واغنيه العالم الله، وفي اغنيه عامله 5 مليون دلوقتي، اغنيه عكلوه. عكلوه اللي هي ما كانتش انتاجه. ثواني بتاعتي برضه؟ ايوه يا فندم، مش فاكر حضرتك قلت لي انت عكلوه كنت هتديها لي، وجبت محمد السبكي، احمد السبكي يعمل لك تنازل. عكلوه ايوه بتاعت عكل محمد سعد. بالظبط. خلاني عملت له تنازل وهي مش بتاعتي. يا جماعه في حاجه غلط، انتوا بتتكلموا في حاجه غلط، انا لم انتج لمحمد سعد عمري. لا بس معاك تنازل الاغنيه. معاك تنازل الاغنيه. تنازل الاغنيه ولا نزلتها ولا عليها اي تريد مارك ليا. انت تمام. ادي استاذ محسن قال كده عشان اوقف. انت بتتكلم كلام احاسبك عليه. لا هل في تنازل لعالم الفن بعقلوه ولا لا؟ الكلام بحال احاسبك عليه. في تنازل لحضرتك بعقلوه ولا لا؟ لا انا عندي صوره منه. خلاص عندك صوره منه بس مش بتاعتي. شوف المنتج بس بتاعها. حضرتك خدت تنازل. شوف المنتج بتاعها. المنتج مين اللي قفل؟ معانا مين معايا؟ انا اللي معاكي. انا محسن. استاذ معاكي. استاذ محسن. هو دلوقتي عمرو مصطفى قفل الخط يعني. لو ده ربنا بقى. طيب هو يعني حضرتك بتقول لو هو اي لحن متاكد ان اللحن ده بتاعه حضرتك. انا راجل بقالي 70 سنه في المهنه ما شفتش اللي انا بشوفه ده. يعني حضرتك بقالك 70 سنه في المهنه واسم كبير ومن يعني مش اسم قليل، اسم كبير جدا من صناع المزيكا في مصر. يعني احنا عارفين حضرتك. وما تسمحش، خدي بال حضرتك، وما تسمحش باللي هو بيقوله. مش بس عشان عمرو مصطفى، ما تسمحش باي فنان لانه يتم الاعتداء على حقه. يعني لو اي لحن من اللي هو بيقول عليهم دول فعلا بتاعه واثبت ده حضرتك توقف له اللحن ده دلوقتي حالا. بالتاكيد استاذ محسن، انا مش عايز ان غير الاغاني دي تتحذف، وانا مش هتحدث عن اي حاجه تخصك بعد كده. اي لحن لعمرو مصطفى اتعمل مهرجانات يتحذف. مش عايز حاجه تاني ومش هتكلم عن الموضوع ده. طب ما تقول لنا اسامي الاغاني دي يا استاذ عمرو. قلت لحضرتك انا اول مره بسمع كلمه اغاني عمرو مصطفى تتعمل مهرجانات. والله العظيم اول مره في حياتي. تخيل يا استاذ محسن ان العالم الله معموله مهرجان. ابعت لي يا عم العالم الله دي. ايوه معموله مهرجان. ايه معموله مهرجان؟ حمو بيكا وواحد اسمه فلابي ولا مش عارف ايه. انتاجي العالم الله انتاج حضرتك قال عمرو دياب. لا اغنيه المهرجانات. اغنيه المهرجانات ما تحطش ابو قرش على ابو رشيد زي ما بيقولوا. انتاجي ولا ما تحطش؟ انتاجك يا فندم. انتاجك والله. لا احنا اغنيه المهرجانات نفسها يا استاذ عمرو انتاج مين؟ اغنيه المهرجانات اللي اتعملت دي انتاج مين؟ لا انت لازم تعرف، لازم تعرف عشان انت بتوجه اتهام. لا انت من غير ما تحطش يا عمرو يا استاذ محسن. مش كلام بالراحه بالراحه كده استاذ محسن. حضرتك بتدافع عن ام كلثوم وعيلتها بصفه ايه؟ بصفه المنتج. ادافع عنك يا عمرو. التي تملك الحقوق. وادافع عنك يا عمرو. طب دافع عنك. اغنيه وبدافع عنك، وانا دافعت عنك لما وقف لك فلان الفلاني مش هذكر اسمه. طب انا دلوقتي انا بطالبك على الهواء يا استاذ محسن. في البيت انا اللي وقفت له. طيب أيوه. انا بقول لك اهو دلوقتي دافع عني. انا عايز اغنيه ما تسمعش مهرجانات. ابعت لي الاغاني يا عمرو، ابعت لي الاغاني وابعت لي الاغاني الشبيهه. حاضر. ابعت لي الاغاني الاساسيه بتاعتك وابعت لي الاغاني الشبيهه. فورا. طب ما حلوه النقطه دي قوي اللي انتوا وصلتوا لها دي، حلوه. وعلى فكره وانا مش شايل اي حاجه ده مبدا عندي، ده مش جديد، انا ما بخترعش الذره. ده مبدا عندي طول عمري. خلاص انا عايز الاغاني بتاعت ريتشارد وخلاص. اديك مثال صلاح الشرنوبي. ولو بعت لك الواتساب اللي انا رديت بيه على صلاح الشرنوبي جبت له المعتدي من اسرائيل. اسالي هاني شنوده جبت له المعتدي من فرنسا. طب يا استاذ محسن انا انت مضيتني على توكيل، ما قلت لك جيب لي حقوقي من بره، والتوكيل ده غير قابل للالغاء. ما انا مش عايز اطلع البلاوي الوحشه اللي انت عملتها. عملت ايه؟ لا طلعها. لا انا مش عايز طلعها. الجمهور ماليش ذنب، الجمهور ماليش ذنب. لا طلعها انا بقول لك طلعها. اعمل اللي انت عايزه. مش انت مره التجأت المحكمه والمحكمه انصفتني انا؟ لان انا مش فاضي.
لان انا عايز ابدع افكر في انا احنا كنا وصلنا لنقطه حلوه على فكره. احنا كنا وصلنا لنقطه حلوه جدا مداخلتك. لا 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 معلش احنا كنا وصلنا لنقطه حلوه جدا. انا ما بحبش اعمل كده. انا احنا كنا وصلنا لنقطه كويسه انه لو انا دلوقتي مش عايز غير ان استاذ اغاني وخلاص. طب وهتعمل ايه في اغنيه ام كلثوم اللي بتعملها؟ اللي استاذ محسن عايزه هعمله له. طب يا استاذ محسن حضرتك طالب ايه؟ زي ما انت قلت كده، انت كلمات ملكك. انا بقول لك اهو على الهوا، اللحن ملكك. الاستنساخ صوتك صوتها اللي انت متصور ده صوتها ملكك، بس ما تحطش اسمها ولا صورتها. هو دي مشكلتي معاك. حاضر. بس كده حط يا استاذ محسن، انا مش هنزلها بصوتها يا استاذ محسن. لو انا بنصحك يا عمرو ابتكر شخصية زي ما بتكروا مثلا في برنامج أبلة فهيتة، ابتكروا شخصية. لا أنا مش هبتكر يا أستاذ محسن، أنا مش هبتكر شخصية مطربة. لا لا أنا هنزل الأغنية بصوتي يا أستاذ محسن، وهشوف الناس لو حبوا يسمعوها بصوت تاني هسمعها. اللي أنت قلتها مش فكرة وحشة، بس لو أنت لو أنا بنصحك ابتكر لها شخصية، لأن زمن طب ما أنا عايزة أسأل سؤال. طب ما تعملوا الأغنية دي سوا، هتتعاونوا مع بعض في الاغنيه دي؟ ما عنديش اي مشكله. عندك مشكله يا استاذ محسن؟ لا يجي يقعد معايا نفهمه ممكن تنجح ازاي. طيب ما تتعاونوا مع بعض في الاغنيه دي؟ من غير على فكره هو استاذ محسن انا جاي لك بكره يا استاذ محسن. الساعه كام؟ انا في الساحل للاسف يا عمرو. تعال لي بالشورت وانا تحت امر. هاجي لك بالشورت الساحل. حاضر. حلو. في الساحل ويعني وراجع بعد بكره ان شاء الله. انما هستناك بعد بكره. خلاص. خلاص. طب بعد بكره امتى؟ بعد بكره امتى؟ لا انا راجع يعني الثلاث الصبح ان شاء الله. ايوه خلاص. انا راجع الثلاث الصبح. انما اجي لحضرتك الساعه كام؟ اغاني دي. طب الثلاث الساعه كام؟ يجي لحضرتك الثلاث الساعه كام؟ نعم يجي لحضرتك الثلاث الساعه كام؟ لا عمرو بيجي ان شاء الله، بيجي في بيتي. هو عارف انا بقول لك على الهوا. عمرو دلوقتي ما بيحب، لما مزاجه بيطلع ممكن تلاقيه فاتح باب مكتبي وداخل. طيب بس. يعني يجي لك في حدود الساعه كام؟ اللي هو عايزه يعني وقت ما هو عايز. عمرو هتروح الساعه كام يا عمرو؟ هكلمه الصبح اقول اشوفه صحي واودي. طب بس الكلام ده اكيد ده اخر كلام. اخر كلام. طب يعني هل ممكن نبعت لكم كاميرا البرنامج تحضر يعني القعده دي؟ انا مش زعلان عمرو والله العظيم، في اكتر من معزه ابني. ما انا بتعامل معاه كده. هو عارف كده. هو عارف كده. يعني لما ابني حب الموسيقى عمرو جاب له الجيتار. ايوه كده. مش كده ولا ايه يا عمرو؟ ايوه ايوه. وانا مش مشخصن الموضوع في عمرو مصطفى، ده بالعكس انا حزين الموضوع جاي خابط في عمرو مصطفى. الحل مفيش احلى منه. الحل مفيش احلى منه. الحل اجمل حاجه ان احنا نوصل لحل في النهايه. حصل خير. حصل خير. انا بشكرك جدا. بصي بصي يا استاذه اميره. اتفضل. مفكره اهو كل مره يعمل معايا مشكله كده ويرجع يحضني ويقول لي انت بابا. بابا فعلا. بس انا تعبت. سوري. وحط لي ورقه تحت النشافه في المكتب يقول لي والله العظيم ما هزعلك تاني. بس هو شخص موهوب جدا، ما نقدرش ننكر حاجه زي كده. جدا جدا. هو لا انكر كده. عمرو مصطفى موهوب جدا جدا. فانا اعتقد ان انتوا لو تعاونتوا مع بعض في الاغنيه اللي عملت مشكله دي ممكن تكسر الدنيا. عمرو موهوب. وبصي عشان انا برضه ابقى يعني حاسم منطقه، لما كان سايب نفسه ليا اي نعم كان لسه طالع، بس شوفي كان طالع زي الصاروخ ازاي. دي حقيقه. زي الصاروخ الحمد لله. دي حقيقه. بس يا عمرو بس ركز في موسيقتك. هنتكلم يا استاذ محسن. هنتكلم. حاجه لحضرتك ونتكلم. استاذ عمرو انا عايزه اتابع القعده دي معاك ممكن؟ طب نخلص القعده دي انا عايز افضل متابعه معاك. عايز افضل متابعه معاك لان انا حاسه احساسي انا ايه لو الاغنيه دي طلعت هتكسر الدنيا. لو تعاونتوا مع بعض فيها بعد المشاكل اللي حصلت دي الاغنيه دي هتكسر الدنيا. شيل بقى يا عمرو البوستات الوحشه اللي انت كاتبها لان فورا حالا دلوقتي. بس انا عايز اقول حاجه بس اخيره. يعني ما تنسوش ان تعاون الاغنيه دي اتقال هنا. حاضر. احنا اللي قلنا تعاونوا فافتكروها لنا والنبي. حاضر حاضر ان شاء الله. وفي محسن بيكلمني اهوت انا بشيل البوستات. طب مفيش احسن من كده. مفيش احسن. شلت البوستات يعني البوستات اتشالت؟ شكرا. البوستات هتتشال حالا. طيب انا بشكركم جدا استاذ محسن جابر المنتج الكبير، بشكرك جدا، والفنان الكبير عمرو مصطفى بشكرك جدا. وانا مبسوطه وسعيده جدا بالنهايه السعيده دي، واعتقد لو فعلا تم التعاون وتعاونوا مع بعض في الاغنيه دي
الاغنيه دي هتكسر الدنيا بعد الجدل اللي حصل عليها، وبعدين اكبر منتج وفنان كبير وموهوب بيشتركوا في حاجه اكيد هيطلعوا حاجه جيده جدا، وان شاء الله ينورونا هنا في الاستوديو ونشوف وصلوا لحد